حرية التعبير مربوطة اللي حبت الحرية مربوطة بالإخلال بالأمن العام والأخلاق الحميدة. وفما شكون قال لا راهي جمل فضفاضة معناها جيد ولكن يستعملها كل دكتاتور لمحاربة حرية التعبير، بمعنى نجم تجي صحافي يقول علاش الماء قص يتسمى إخلال بالأمن العام. دونك حبت أنه معناتها أنه تكون حرية التعبير بلا قيود عكس رغبة حركة النهضة، وفي الأخر التصويت كان يحتاج لصالح 10 نحكيه في اللجان برك. هو هل خسرت النهضة معركة أولى معناتها؟ أنا نقول راهو حتى إذا لم يتم التنصيص هنا على الأخلاق الحميدة، اللي الناس عندها مشكلة مع الأخلاق الحميدة وهذا يلزم نقولوه صراحة، ثم الناس عندها مشكلة مع مصطلح الأخلاق الحميدة، هذه مشكلتهم. أما في كل الحالات بالنسبة لنا ما ينجمش يكون حرية التعبير وإلا حرية الإعلام مبرر لا للمساس بالمقدسات ولا للتعدي على أخلاق الناس. إذا كذا ما إنسان عنده المشكلة هذه واليوم التصويت مشى في صالحه في مستوى اللجنة، فهذا يخص هذا الطرف.